تنضم إلي من القدس المحتلة الزميلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من هناك. دانا أهلا بك. عمليا ما الذي يعنيه عندما يعلن جيش الاحتلال أنه بدأ في زيادة تحصينات في المواقع الشمالية أو في حتى عدد من المستعمرات الإسرائيلية في الشمال؟ يقرأ هذا الموضوع بأن هنالك محاولة إقناع من قبل المستوى الدفاعي الأمني والسياسي الإسرائيلي للمستوطنات والمستوطنين الذين تم إجلائهم بعد 8 أكتوبر، لإقناعهم لعودتهم إلى تلك المستوطنات التي تم الإجلاء منها بعد 8 أكتوبر، وخاصة بأن أهداف الحرب المرجوة التي كان قد حددها الكابينيت الأمني والسياسي تتمثل وتتعلق في إعادة المستوطنين الذين تم إجلائهم بعد 8 أكتوبر عند الحدود الشمالية، وخاصة بعد رفع التقييدات من قبل الجبهة الداخلية الإسرائيلية على العديد من المستوطنات. هذا يعني ويدلل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى مهامه العسكرية هناك، ويزعم بأنه تم القضاء على القدرات العسكرية الصاروخية لحزب الله وتحديدا منصات إطلاق الصواريخ المضادة للدول. طيب دانا، في هذه النقطة تحديدا، هل يعني ذلك كما تقولين أنه بشكل أكبر أنه أنهى القوة الصاروخية لحزب الله، أم أنه قد يعني أنه لربما أن تدخل إسرائيل في هدنة في هذه المنطقة، وبالتالي هم يهيئون هذه المنطقة لعودة سكانها أو ممن كانوا يقتلون فيها؟ لا أدري إذا كانت دانا معي أو تسمعني. هل تسمعيني دانا؟ نعم أسمعك. وهذا ما دفع به جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن يكون هنالك ضرورة الوصول إلى تسوية في جنوب لبنان، وخاصة أن جيش الاحتلال يقول بأنه وأنهى مهامه العسكرية في جنوب ذلك في قطاع غزة، وبأنه ما زال هنالك بعض العمليات محصورة محدودة الأهداف ينوي جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها، أي أنه استمرار تواجد قوات وجيش الاحتلال في مناطق معينة يجعل جيش الاحتلال عرضة للإصابات وتحقيق أهداف من قبل حزب الله بسبب تمركز هذه القوات في ذات المكان. لذلك هنالك دفع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنظومة السياسية بأن يكون هنالك الوصول إلى تسوية، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى بأن هنالك إجهاز على القدرات الصاروخية لحزب الله، أي أن الخطر الأكبر والهاجس الأكبر لم يعد موجود، وبهذا تتمكن المنظومة السياسية من إعادة المستوطنين إلى الحدود الشمالية. ولربما لإقناعهم أكثر، خرجت وزارة الأمن الدفاع اليوم بالقول بأنها قامت بتحصينات إضافية لبعض المستوطنات الشمالية حتى يكون هنالك ملاجئ آمنة للمستوطنين الذين سيتم إعادتهم خوفا من أي ضربات مستقبلية. طيب دانا، لا أدري إذا كنت استمعت إلي وأنا أتحدث مع الزميل أحمد سنجاب من بيروت حول استخدام حزب الله للطائرات المسيرة وعدم قدرة إسرائيل على التعامل معها ولو جزئيا، هل هناك أي أنباء في إسرائيل أو هناك أي أحاديث أو نقاشات تدور حول كيفية التعامل مع المسيرات اللبنانية، مسيرات حزب الله التي تصل إلى الداخل الإسرائيلي ومن بين ما تصل مدن كبرى لا سيما تل أبيب؟ ربما العنوان الأبرز في هذه الجوي في عشرات المواقع والتي تضع جوي في حالة تأهب كبرى بسبب سرب المسيرات التي يطلق. دانا على أي حال شكرا جزيلا لك، هناك مشكلة في الاستماع إلى صوتك. شكرا جزيلا لك على أي حال زميلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، شكرا لك.